فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض المسائل الخلافية مثل جلسة الاستراحة والضم بعد الرفع من الركوع والنزول على اليدين، هل يجب علي أن أتابع الإمام فيها أو لي أن أصلي وأعمل بما يترجح لي ولو خالفت الإمام في هذا؟ جلسة الاستراحة الصحيح إن ما هي مشروعة، وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل احتاج إليها، اللي يحتاج إليها لكبر سنه أو لمرضه يجلس للاستراحة. أما القوي فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وقت قوته عليه الصلاة والسلام. الصحيح إنها غير مشروعة وإنما تفعل للحاجة. وأما وضع اليدين في السجود قبل الركبتين هذا إنما هو للعاجز، أما القوي فيضع ركبتيه قبل يديه، يضع ركبتيه قبل يديه كما في الحديث الصحيح. أما العاجز اللي يحتاج إلى وضع يديه قبل ركبتيه فلا بأس بذلك. نعم، أحسن. وكما ذكرنا على الإمام أنه ما يجيب الأمور الشاذة والخلافات، عليه أنه يعمل بما عليه العمل في البلد، عليه العمل في البلد، ولا يشذ ولا يخالف ويصير محل نظر ومحل كلام للناس. نعم.